خلافا ايضا لما كنت في الطفوله في هذا التحديث القسري كانت له نتائج ايجابيه، ولكن ربما لا يتسع المجال لابين رايي في الفوارق بين التجربتين. فقط ملاحظه بسيطه ان التجربه الاولى تجربه كان قائم على التحديث القسري فيها، ومن بين اهم شعاراته وملامحه ما يتعلق بحقوق المراه، وفيها بعض التفاصيل التي تعرضت لها بخصوص الصحه الانجابيه، قائما على الكاريزما، كاريزما القائد، وعلى الشرعيه التاريخيه وشرعيه التحرير، وعلى ما كان يسمى بالوحده القوميه، لم يكن مصطلح الوحده الوطنيه مستعملا حينذاك. وكل ذلك كان يدفع للتوحد حول شعارات قد يكون لها بعض الرفض الشعبي، ولكن هذا الرفض كان يتجاوز بطريقتين. الطريقه الاولى هي تحقيق مكاسب تغطي على التعسف في قضايا لا تحوز الاجماع، وثانيهما ان معاني الديمقراطيه وحريه التعبير وحريه التنظم لم تكن موجوده بالطبع. ولكن الامر تغير حاليا. اولا ان ما يعتبر تحديا في بلد عربي كمصر مثلا، اصبحنا نعيش في تونس نظرا للسيروره التاريخيه التي عشناها تحديا معاكسا. فالتحدي في تونس حاليا ليس تحدي ما كان يعرف قبل سنوات بتحديد النسل، وانما اصبح التحدي هو تناقص في نسبه الولادات وشيخوخه المجتمع، وتاثير ذلك على نواحي متعدده لا تتعلق فقط بالقوه الانتاجيه وبانظمه التامين، وانما ايضا بإغلاق الفصول الدراسية وتأثير ذلك على البرامج التعليمية. ولكن التحدي يتجاوز ذلك. أنا عندما قلت في تدخلي أن التحدي حاليا في تونس ليس المحافظة على مكاسب المرأة وإنما تدعيمها وتطويرها، أنا أعي أن ذلك يصطدم بتحديين. التحدي الأول هو تحدي التجاذب الحزبي والسياسي، والذي يعتبر فيه من يشاركون في الحكم حاليا في موقع المساءلة وموقع الاتهام وموقع قرينة البراءة المقلوبة، أي أن المتهم مذنب حتى يثبت براءته. الأحزاب الإسلامية أو التي يسميها البعض تجاوزا بالأحزاب الدينية، لأن الحالة التونسية مثلا الحزب الإسلامي المشارك بالسلطة لا يعتبر نفسه حزبا دينيا، وإنما يعتبر نفسه حزبا مدنيا ذا مرجعية إسلامية، تعتبر أن المطروح في مجال حقوق المرأة واستكمال معالم المساواة بينها وبين الرجل هي قضايا تطال ميادين عديدة. أولا المجال السياسي والحزبي لسحب هذه القضية من مجال المزايدات السياسية إلى مجال الفعل في الواقع وتطوير الإطار القانوني، وثانيها في مجال المخيال العام التحدي في تونس ربما هو أكبر منه، وهذا ربما يفاجئ البعض، هو أكبر منه في البلدان العربية الأخرى، لأننا اطمأننا إلى مسلمة ليست بديهية بالقطع، وهي أن المرأة التونسية تكاد تستكمل مسار الحصول على حقوقها وحريتها، والحال أن هذا خادع وغير سليم. فهي بالمقارنة مع المرأة العربية في البلدان الأخرى تحصلت على حقوق محترمة، ولكن مسار النظام من أجل هذه الحقوق لا زال طويلا في المجال السياسي كما أسلفت، في مجال الوصول إلى المناصب الأولى، في مجال العمل، التمييز في المناصب، التحرش الجنسي، التمييز في الأجل، في مجال الإعلام أيضا لا زالت المرأة تقدم على صورة غير التي يتوافق عليها في المجتمع. المجتمع يتحدث
عن المساواه، ولكن تفتح الشاشه فتتفرج على مسلسلات عديده تقدم المراه في صوره دونيه جدا في مجال التربيه والتعليم، في مجال الاسره، في مجال معامله الابناء، التمييز بين الفتيان والبنات. كل هذا يحتاج الى مجهود طويل، ولكن اولى الخطوات فيه هي المطارحه، هي الحوار، هي القنوات المفتوحه التي تجعل من هذه القضيه من بين اهم القضايا التي يجب ان تسلط عليها الاضواء. فتماما كما ان الثورات العربيه هي ثورات قام بها النساء والرجال، قام بها الفتيان والفتيات، فثمار الثورات العربيه يجب ان يتمتع بها الجميع دون تمييز.